هذه سوالف قهاوي. كيف؟ باختصار شديد المعايير يا سيدي أول مرة قبل ما تتكلم في البطولات، وهذا مصب الخلاف الذي نشأ من ترك الخليوي ضدي في البداية، لما أرسل لي يسألني عن 4 بطولات التصنيفي والدوري العام حق الأهلي والدوري الاتحادي اللي هو المشترك والتصنيفي حق النصر وبطولات للشباب والناشئين. قلت يا أخ تركي هذه الآن تتكلم عنه شيء سابق لأوانه، الآن أول مرة ضع خطة العمل وضع المنهج، وبعدين موضوع التطبيق زي ما قال الأمير عبدالله بن مساعد إذا وضعنا المعايير. بس للأسف أنه سواء عبدالله بن مساعد ولا حتى تركي لما يحكي عن المعايير ما هم عارفين إيش معنات المعايير وإيش معنات المنهج العمل وإيش معنات الخطة. هذه في أول يوم في أول ساعة وفي أول شهر توضع تنتهي منها، يعني 3-4-5 جلسات انتهيت. يصير طيب عصف. يمكن عندهم طيب ما هذه الآن قالوا انتظروا الإعلان، هذا الإعلان تم ما صار. إيش عندك أنت أسرار نووية قاعد تخبيها؟ أخذونا الآن لو سمحت خليني أكمل لا تقطعني الله يرضى عليك. هذه وعدة المعايير عندك ما هذه ما هي معايير، هذه سوالف، هذه شايف شلون؟ طيب ما خليني أشرح لك ممكن وجهة نظر زيادة. خليني أشرح عطنا معيار. عندنا إشكاليات رئيسية لابد تعالج. الآن زي ما حكيت أنا وأبو فرح في البداية كأس الملك بدأ دوري أوكي تحول إلى كأس تحول إلى دوري تحول إلى كأس حوالي 4 أو 5 مرات بمرورا بتسمياته مختلفة. هذه يبغى لها فصل ويبغى لها اتفاق بين الأندية وبين أصحابه القرار. نجي للدوري العام اللي بهذا المسمى أول نادي فاز فيه الأهلي وبعدين النصر يقول لا أنا أول نادي على أساس دوري تصنيفي، بعدين الهلال يقول لا أنا أول نادي اللي فزت فيه، وبعدين هذا المسمى تغير. الآن في ناس يقول لا الدوري ما توقف، استمر لدوري كأس خادم الحرمين الشريفين. هذه قضية بلا فصل. طيب بعدين رجع الدوري باسم الدوري السعودي. طيب بعدين صار دوري المحترفين، بعدين صار دوري زين المحترفين، بعدين صار دوري تغيرت المسميات. مسميات كان أول يقولوا طيب. بعض الإخوة لا الدوري لابد أن يكون على درع. بعدين ظهر أنه عليه على كاس فجأة. في تفاصيل كثيرة حتى البيان اللي صدر عام 411 بس محسوبة. يحتاج يا أخي العزيز محسوب غير محسوبة في التوقيت. لما تجي تحط لي بي غير ولما تحط لي بي غير. ما في ولا واحدة بي ما عدا الدوري المشترك. طيب وهذه ما هي مالي عينك هذه؟ لا الدوري المشترك شارك فيه الدرجة الأولى الدرجة الثانية يا أخي العزيز هذا الكلام لابد وفق خطة عمل ومنهج. الدوري التصنيفي شارك فيها ما هي آراء شخصية هذا الكلام ما يكون آراء شخصية. إيش المعيار اللي يشوفه اليوم الأستاذ محمد القدادي اللي المفروض إنه يكون موجود ضمن هالمعايير؟ الخطة العمل والمنهج هو معيار ذا هذه هي اللي تفصل تفهم يا أخي العزيز الله يرضى عليك لا تتكلم في فما تفهم لا يا أخي الله يرضى عليك لا تتكلم في شيء ما تفهم لا بس أنا أتكلم في الربع الأول لا تتكلم في الخطة مو معيار خطة خطة يا جماعة مو معيار لازم هذه كلها تكون في بداية الدراسة مفصلة تمشي على هداها وبطريقتها حلو إذا انحرفت عنها قيد أنملة فمعناته نتائجها كلها إيه خاطئة طيب إذا كان عندهم خطة وهي المحكمة اوكي هذه لازم تعلم ما هي سر ارجع مره ثانيه اقول لك هذه